الإنسان عندما يشرب الماء كل يوم كم مرة يشرب الماء؟ 10 مرات، 5 مرات. في كل مرة يشرب الماء، هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، ولكن يجب أن نحيي هذه الظاهرة التي ورد التأكيد عليها في الروايات. عندما يشرب الماء يذكر الحسين صلوات الله عليه ويلعن قاتليه. يقول مثلا سلام الله على الحسين، أو سلام الله على الحسن والحسين، ولعن الله قاتليه. هذا نوع من الإحياء لذكر سيد الشهداء في قلب الإنسان. هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، منهج أمهاتنا، كانوا مقيدين بهذا الشيء. وهنالك حديث، هذا الحديث يرويه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا العمل الذي نراه متواضعا ولكن له قيمة كبيرة عند الله، وهذا الثواب المذكور في هذه الرواية مضمون على الله طبقا للروايات الصحيحة المعتبرة. من شرب الماء وذكر الحسين صلوات الله عليه ولعن قاتليه كتب الله له، راجعوا من لا يحضره الفقيه، كتب الله له 100,000 حسنة. هذه الحسنة التي لا يستعد الإنسان أن يعطيها لأبيه وأمه في الآخرة، حسنة واحدة الإنسان مو حاضر يوم القيامة يعطيها حتى لأبيه وأمه لأنه محتاج إليها. الله يكتب له بهذه الكلمات 100,000 حسنة ويمحو عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة ويكتب له ثواب عتق 100,000 نسمة. كم؟ 400,000 بكلمات، ولا نستكثر ذلك على كرم الله وعلى لطف الله. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في الرواية وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد. لعل معنى هذه العبارة أنه ما عنده اضطراب، الناس يأتون يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولكن هذا يأتي يوم القيامة ثلج الفؤاد.